مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ومرحبا بك، وصلت معكم اليوم لوغتوغراف إيديكتي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات اللي باقي ما شافوش الفروض الأخرين اللي درت معكم. ارجعوا لا ديسكريبسيون للوصف وغادي يلقاو جميع الروابط ديال هاد الفروض، غادي يدخلوا غادي يتفرجوا في الفروض. اذا اليوم غادي نديرو كما قلت لكم لورتوغراف ديكتي، حاولوا انتبهوا معايا. لورتوغراف ديكتي غادي نديرو 4 كاستيون وغادي نزيدو واحد الجمله في لا ديكتي. دونك لا بروميير كاستيون، كومبليت لو نوم فيمينان افيك او اكسون او او اكسون او. غادي نكملو الاسم المؤنث لو نوم فيمينان، هاد الاسماء هادو كاملين فيمينان، غادي نكملوهم سوا او اكسون سوا او اكسون او. لانه كاينين دي نوم اللي كيتسالاو او اكسون وكنقولوا عليهم فيمينا، وكاينين اخرين هما فيمينا عاوتاني وكيتسالاو او اكسون او. صافي. دونك اول قاعده اللي ممكن نستحضروها هي القاعده ديال الكلمات اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتائي. داكوغ، اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتائي، هادوما ما كياخدوش في الفيمينا او اكسون او، ما كياخدوش او اكسون او. كياخدو شنو كياخدو؟ كياخدو غير او اكسون، وكاينين دي زيكسيبسيون طبيعة الحال، كاينين دي زيكسيبسيون. بحالاش ناخدو غير لي زيكسيبسيون اللي عندنا هنايا في هاد لا سيري. عندنا ديكتي، عندنا مونتي، هادوما جوج بيهم كيتسالو بالتي، ها كيتسالو بالتي جوج بيهم، ولكن كياخدو او اكسون او. داكوغ، دونك نديرو هنايا لاميتيي، لاميتيي باش كتسالا لاميتيي او اكسون. داكوغ، اون مونتي، une montée e accent e. Une pensée la santé e accent. Une journée e accent e. La dictée e accent e. Donc l'amitié, une montée, une pensée, la santé, une journée et dictée. Donc les noms féminins en e accent ou bien en accent e. D'abord dans les créneaux les noms féminins, les noms féminin, نذكركم بالدرس لي نون فيمينان اون او اكسون او او اكسون او. صافي، هذا هو الدرس اللي متعلق بهاد التمرين هذا. لا دوزيام كاستيون سويف افيك موا، كومبليت لي مو سويفون افيك او اكسون تيغو او بيان او اكسون غراف. غادي نكملو بلي زاكسون تيغو او بيان لي زاكسون غراف. حنايا كنعرفو الفرق ما بين لاكسون تيغو و لاكسون غراف غير من خلال الصوت. دونك اي هادي اي هادي اي اي ريغاردي نيميرو مي. دونك شنو غنديرو؟ غنديرو اكسون تيغو نومي مي. ريغاردي لو بروبلي لي لام اكسون غراف. داكوغ، اكسون غراف لو بروبليم. لو تيليفون، لو تيليفون بحال هادي. دونك او اكسون تيغو او اكسون تيغو. D'accord, le téléphone. La réponse. La réponse. Ah, vous avez dit, c'est chez accent aigu. Donc, à demain, Kamlin, accent aigu. À Dibahda, accent grave. Donc, le numéro, le problème, le téléphone, la réponse. La réponse. C'est bien. Dezour, la troisième question. Bar l'intrus. غادي ندور على l'intrus. C'est-à-dire, الكلمة الداخلة على هاد لا سيري. عندنا دو سيري. Début, espéré, thé et hâte. Mère, colère, numéro, crème. Donc là, غادي نشوفو من هاد الناحية ديال الداخل ماشي من المعنى ديال الكلمة. غادي نشوفو من لي زاكسون، صافي لي زاكسون. هنا عندنا أكسون تيغو، هنا عندنا أكسون تيغو، هنا عندنا أكسون تيغو، هنا عندنا أكسون سيركونفليكس. دونك الداخل هو اللي عنده أكسون سيركونفليكس. دونك هات هي الكلمة اللي داخل. صافي. دوزيام سيري عندنا مير كولير نيميرو كريم. هنا اكسون غراف، اكسون غراف، اكسون ديغو، هنا اكسون غراف. هنا اللي داخله اللي عندها اكسون غراف نيميرو. نيميرو هو الكلمه الداخله. صافي. دونك هنا هات هي الكلمه الداخله، وهنا نيميرو هي الكلمه الداخله. هنا هضرنا من ناحيه ديال لي زاكسون. صافي، هادوما ثلاثة بيهم عندهم سون دي زاكسون ديغو، هنا لاكسون سيركونفليكس، وهنا هادوم ثلاثة عندهم لاكسون غراف، وهادي عندها لاكسون تيغو. لا كاتخيام كاستيون اي لا ديغنييغ، مي لي زاكسون لا او يلفو. غادير لي زاكسون في البلايص اللي ممكن دير. صافي،
Donc, mon frère, adna l'accent grave, naya sur e. Préfère, préfère, adna accent aigu, naya, ou l'ekina, adna accent grave. Préfère se déplacer, déplacer, accent aigu, naya. À vélo, A, accent grave sur A, et accent aigu sur E. B, les équipes, accent aigu sur E, n'ont pas respecté, ont respecté, c'est le verbe respecter conjugué au passé composé. Donc, elle a participé passé, soudaroli, tsalab, accent. Les règles, accent grave sur E, du jeu. Ma mère, accent grave sur E, est partie en voyage, d'accord? Est partie en voyage, c'est bien. D'abord, on connaît comme il l'orthographe. D'abord, on dirait dicté. 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 Vous voyez? Dicté, maintenant, on va dire haoulo. On va dire des kalimat, on va dire des accents. Vous voyez? Maintenant, le stage, on va dire des kalimat, on va dire des kalimat. On va dire des kalimat. On va dire des accents graves, ou bien l'accent aigu, ou bien l'accent circonflexe. Et je vais dire des kalimat. La journée. La. Jour. Jusqu'à ce que N. On va dire E accent. D'accord? Maintenant, la beauté. C'est la beauté. Je vais dire E accent. On a dit la galibie, la qui est la beauté ou la beauté I, mais qui est douche E. Même pas E accent. D'accord? La beauté. Il y a la liberté. نفس الشيء اكسون داكوغ هاد السؤال هذا ديال لا ديكتي كان متعلق بلي نون فيمينا دابا نشوفو لي متعلق بلي زاكسون باغ اكزومبل يقول لك كتب كلمه ديبي نشوفوك واش غادير لاكسون ولا لا دير لاكسون سور او دي دي غير من خلال النطق صافي باغ اكزومبل ديكتي نشوفوك فين غادير لاكسون دير لاكسون سور او باغ اكزومبل تيت J'ai l'accent L, j'ai l'accent sur E. Donc, c'est la dictée. La dictée qui est réelle, c'est d'ailleurs, il y a un stade qui a été deux points à l'aise. Donc, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. L'activité de l'orthographe est dictée. بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الصفية مرحلة الأولى اللي باقي ما تفرج في الفروض اللي درت معاكم يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقى لي ليان كاملين ويحاول يتفرج بتأني لذاك الفروض لأنه غادي يفهم إن شاء الله يا ربي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.